ولمزيد حول جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية تستعرضها معنا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم من محافظة الإسكندرية تفاصيل جولة دولة رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات التنموية وأيضا تفقد سير الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي من ميناء الإسكندرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس لإسراع هذه الإجراءات والإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة. نتحدث هنا بصدد ميناء الإسكندرية وعملية الإفراج التي تتم كنموذج لما يتم من حركة وإفراج سريع عن السلع والبضائع المختلفة والتي تتضمن الأغذية والأعلاف وأيضا الكيماويات الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الأغراض التي يحتاجها السوق المصري في هذا التوقيت تحديدا. لو تحدثنا ببعض الأرقام وبعض التفاصيل التي ذكرها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بعد هذا التفقد، فقد تحدث أنه منذ يوم 24 من ديسمبر وحتى يوم الجمعة يوم أمس تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1,236,000,000 دولار. هذه البضائع وهذا الإجمالي هو بضائع مختلفة من الأغذية والمستلزمات الطبية والأدوية، مستلزمات إنتاج المصانع وغيرها، وكان قد أعلن في وقت سابق منذ بداية ديسمبر وحتى يوم 23 من نفس الشهر الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولارات متضمنة أيضا السلع الغذائية وغيرها. تحدث دولة رئيس الوزراء أن هناك خطة من الحكومة للإفراج عن السلع والبضائع بشكل دوري، وأنه سيتم الإعلان أسبوعيا عن الأرقام والتفاصيل، وأنه تم توفير الاعتمادات من قبل القطاع المصرفي للإفراج عن هذه البضائع وضخها في الأسواق لعمل حركة من الرواج للسلع وبالطبع انخفاض أسعار هذه السلع. أيضا تحدث دولة رئيس الوزراء أننا نحن على اعتاب شهر رمضان الكريم وإقامة عدد من المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين من الأغذية والأرز والسكر وغيرها، إضافة إلى المنافذ الخاصة بوزارة التموين وأيضا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. هذه المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة. بدأت هذه الجولة تحديدا بتفقد عدد من المشروعات التنموية، بدأت بميدان الشهداء وهو الميدان المحيط بمحطة مصر بمحافظة الإسكندرية. هذه المحطة وهذا الميدان الذي شهد أعمال تطوير وإقامة منطقة تجارية وأماكن ترفيهية، إقامة سوق تجاري يتضمن كافة السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية، وأيضا إعادة حركة المرور في هذا الميدان وهذا هذه المنطقة الحيوية وهو ميدان الشهداء وسوق محطة الشهداء وسوق محطة الإسكندرية، هذا الميدان الهام. أيضا تحدث دولة رئيس الوزراء عن ما يتم في ميناء الإسكندرية فيما يخص تطوير الأرصفة، وكان قد تفقد أيضا محطة تحيا مصر للحاويات والتي يتم بها أعمال إنشاء وتطوير سريع رصدناه في هذه الجولة تحديدا. هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بتفاصيل جولة دولة رئيس الوزراء في محافظة الإسكندرية وتحديدا ميناء الإسكندرية كنموذج للحركة التي تتم في كافة الموانئ فيما يخص الإفراج عن السلع والبضائع وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.